أهلا بكم. بعد سقوط نحو 311 شهيدا والآلاف برصاص القوات الأمنية من الجرحى برصاص الميليشيات الطائفية في انتفاضة تشرين، فإن الوضع في العراق بعد هذه الانتفاضة لن يكون كما قبلها، فالتظاهرات التي هدأت مؤقتا لالتقاط أنفاسها بعد أسبوع وأكثر من القتل والقمع والاعتقالات والبطش، وليس رفخا لهذا البطش، مرشحة للتفجر في أي لحظة، وقد تكون هذه المرة بإصرار أكبر من قبل المتظاهرين ودموية أكبر أيضا من قبل نظام الميليشيات الذي لم يعد يملك من وسيلة أخرى للدفاع عن مصالحه واستمراره إلا باستخدام القوة المفرطة والبطش والقمع. وبالرغم من هذه الدموية التي تعاملت بها الحكومة وميليشياتها مع التظاهرات السلمية، لأن هذا العنف لم يقابل بالاعتراض لا من المجتمع الدولي ولا من النظام العربي الرسمي، واقتصر الدعم والتعاطف مع هذه التظاهرات على النخب والشعوب العربية المغلوبة على أمرها. انتفاضة تشرين في العراق وافتقارها للدعم الرسمي العربي والدولي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا لن يكون المشهد في العراق بعد انتفاضة تشرين التي قتل فيها نحو 311 متظاهرا وآلاف الجرحى كما كان قبل هذه الانتفاضة؟ وهل توقف التظاهرات هو هدوء مؤقت لالتقاط الأنفاس بعد أسبوع من القتل والقمع وليس إخمادا لها، وهي مرشحة للتفجر ثانية وبشكل أقوى؟ ولماذا توصف كل الحركات الوطنية العراقية منذ المقاومة الوطنية العراقية وانتهاء بانتفاضة تشرين حالية بأنها حركات وطنية يتيمة رسميا بدعم وإسناد شعبي عربي فقط؟ ألم تكن التظاهرات العراقية فرصة سانحة للأنظمة العربية التي تزعم التصدي للنفوذ الإيراني لتسديد ضربة مهمة لطهران وأذرعها الميليشياوية على الأقل في العراق؟ وهل فعلا سحبت انتفاضة تشرين ورقة الشارع والقدرة على حشده وتحريكه من بعض قوى العملية السياسية الميليشياوية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، علي المرعبي، حامد الصراف. منعطف تاريخي يمر به العراق الجديد بعد تراكمات قهر وظلم وفساد، فجرت انتفاضة تعد أوضح صورة للصراع بين الشعب المقهور والسلطة الفاسدة. انتفاضة تشرين جاءت بظروف إقليمية ودولية مضطربة، فهي في ظل النزاع الأمريكي الإيراني وفي مرحلة تحول في الربيع العربي ووصوله دولاً عربية جديدة. ما لا يشك به العراقيون أن أساس الوباء الذي يضرب بلدهم هو المحتل الأمريكي، وبصورة أكبر هذه المرة المحتل الإيراني، وهو ما عبر عنه المنتفضون بكل وضوح عندما هتفوا بخروج إيران من العراق محملينها مأساته الكبرى. ورغم نضوج الرؤية العربية بخطر المشروع الإيراني وتصادمه مع دول الخليج خصوصاً، فإن انتفاضة تشرين بالعيون العربية الحكومية ما زالت أقل مما يبدو. تعاط إعلامي مخجل وصمت حكومي على جرائم الميليشيات واستمرار في السير على نهج التطبيع مع حكومة بغداد، وإلى جانب أن انتفاضة تشرين فرصة مهمة للخلاص العراقي، فإنها تعد أثمن فرصة لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة عموماً، لكن التعامل العربي الرسمي على ما يبدو ظل مثل ما كان عليه منذ الغزو الأمريكي، وأصرت القيادات العربية على ترك العراق يتيماً في مواجهة التوحش الإيراني لتضيع مرة أخرى فرصة استعادة العراقي لوجهه العربي الأصيل. يفسر هذا الجمود العربي رغبة الدول الكبرى المهيمنة على القرار العربي في ترك العراق ضعيفاً هشاً مسلوب الإرادة دون أن يستعيد دوره الريادي الذي يغير موازين اللعبة الدولية في الشرق الأوسط. انتفاضة تشرين هي نسخة متطورة لانتفاضات واحتجاجات سابقة بلغ فيها النضج الفكري الشعبي حد إدراك مفهوم الوطنية، وتجاوزاً لعبة الطائفية التي دمرت العراق على أيدي محترفيها من شركاء العملية السياسية. يتأمل العراقيون في يتم انتفاضتهم خلاصاً قد يطول أوانه، فيما لو ضيع العرب العراق مرة أخرى بعد أن مد يده لمن يخلصه
من بحار الغرق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في انتفاضة تشرين الحالية في العراق والدعم الرسمي العربي والدولي لها. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. سيكون معنا من العاصمة الفرنسية باريس عبر سكايب الأستاذ علي المرعبي رئيس تحرير مجلة كل العرب، ويكون معنا أيضا سيكون معنا من بغداد عبر الهاتف الأكاديمي العراقي الأستاذ دكتور حامد الصراف. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. دكتور رافع الفلاحي، هذه الانتفاضة انتفاضة تشرين أو التظاهرات الموجودة في العراق ينظر إلها على أنه محطة مفصلية ونقطة مهمة في حقبة ما بعد الغزو الأمريكي بعد عام 2003 للعراق، لا تقل أهمية عن محطات مفصلية مهمة كالمقاومة الوطنية العراقية، كانتفاضة أو تظاهرات 25 شباط التي ظهرت أو عمت أو شهدتها 55 يعني مدينة في العراق. فعلا بهذه الأهمية هذه التظاهرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما تكمن أهمية هذه التظاهرات أستاذ ماجد في أنها جاءت بعد نحو 17 سنة من الاحتلال، بعد وعود كاذبة وتصريحات كثيرة، وبعد أن عادوا وانتخبوا حكومة جديدة قالوا أنها تختلف عن الحكومات السابقة، حكومة هذه ليست حكومة محاصصة، هذه حكومة جاءت للبناء لإعمار البلد، وإذا بالعراقيين يخرجون التظاهر ضد هذه الحكومة بعد نحو سنة من قيام هذه الحكومة لأنها لم تحقق شيئا والعراق ذهب إلى الأسوأ الحقيقة. وأهمية هذه التظاهر ربما تكمن في أن من قاموا بها يعني مجموعة من الشباب الذين غالبيتهم العظمى هم الذين ولدوا أو كانوا عند بداية احتلال العراق في عمر يعني صغير 5 سنوات أو 4 سنوات أو على الأقصى 10 سنوات، وكل هذه السنوات عاشها في ظل هذه الفترة اللي مارست بها هذه القوى الحكم على العراق من عام 2003 لحد الآن تحت شعارات الديمقراطية والحرية والدستور الحامي وهذا الكلام الكبير والبناء الجديد والعراق الجديد، وإذا بهم يخرجون ضد هذا كل هذه الشعارات ويسقطوها مرة واحدة رافضيها كلها. والنقطة الأخرى المهمة، مع العلم المفروض أن هذه الحقبة هي حقبة هذا الجيل. نعم. لأن هم من اشتغلوا عليها الحقيقة. نعم. اشتغلوا عليها واشتغلت عليها إيران شغلا كبيرا، يعني يعتقدون أن هذا الجيل بدل أن يدافع عن هذه المرحلة. نعم نعم. هو كانوا يعتبرونه حاضنتهم. نعم. حاضنتهم الشعبية هذا الجيل، لأنه المناطق اللي خرج من عندها يعني حتى إذا تحدثنا بين هلالين بالتفسيرات التي يتحدثون عنها مناطق شيعية مثل ما يقولون أنه أحزاب شيعية. نعم. وقوى شيعية الآن تحكم وجاءت من أجل مظلومية هؤلاء وجاءت لأن تنقذهم من نظام دكتاتوري بغض النظر عن وجهة نظرنا بالنظام السابق يعني، لكن هكذا إعلانهم. وإذا بهذا النظام الذي جاء من أجل المظلومية يظلمهم أكثر وببشاعة قوية، ويصل فقرهم إلى درجات كبيرة، يصل جهلهم، أميتهم، البطالة، التدني في كل شيء يحتاجونه غير موجود، الخدمات غير موجودة، وإذا بهم يخرجون على هذه الأحزاب والقوى التي كانت تدعي أن هؤلاء حاضنتها ومؤيدين لها وهم جاءوا من أجلهم ويقولون أن هؤلاء هم من انتخبونا. ولذلك عادل عبد المهدي حتى في خطاب الأول قال أنتم من يعني في أصابعكم انتخبتوا هذه الحكومة، والحقيقة هذه كذبة كبيرة، لأن 82% من العراقيين من المسموح لهم الانتخابات لم يشاركوا في هذه الانتخابات، فالشعب لم ينتخبهم، من انتخبهم هي أحزابهم وقواهم الأمنية وميليشياتهم من انتخبت هذه الحكومة، وبالتالي ما جرى من انتخاب رئيس الوزراء كان بتوافق أمريكي وإيراني لإعطاء هذا المركز. هذه واحدة من النقاط. النقطة الأساسية ربما المهمة التي تشكل فاصلا في هذه القضية أنه هؤلاء الشباب الصغار
عندما خرجوا كانوا في داخلهم إيمان كبير أن كل القوى السياسية وميليشيات والحكومة هي في صف واحد متخندق ضدهم، لذلك طالبوا بإزاحتهم جميعا، طالبوا بإسقاط النظام، وطالبوا أيضا بخروج إيران التي تعتبر أن هؤلاء حصتها، تعتبر أنها اشتغلت عليهم طوال هذه السنوات في بقضايا مذهبية وقضايا أخرى، وبالتالي خرجوا ليقولوا أن العراق هو الأول وغير طائفين وغير معبئين طائفيا، فبالتالي خرجوا بهذه. وربما واحدة من أيضا النقاط المهمة والحقيقة أنه الرئيسية هذا دكتور، هذا يعني قرأته إيران وأذرعها على أنه الحقيقة الخطر الأكبر على عليها. نعم. وعلى مشروعها، لذلك استخدموا كل أنواع القوة. نعم. والعنف مع التظاهرات من أول لحظة. وهذه القضية دعني أقول البعض من المحللين التابعين للحكومة يريدون أن يوصلوا فكرة أن هؤلاء المتظاهرين، مجموعة المتظاهرين هؤلاء الذين خرجوا في هذه الانتفاضة، هم فاقدين للتوازن، فاقدين لعقليتهم، فاقدين للرؤية، وهذا يعني خطأ كبير جدا. يعني البعض يصور أن هؤلاء قد استهزأوا بالموت وبالتالي عقول ليس لديهم وهم في يأس، حالة يأس، وهذا اليائس هو مريض فبالتالي لا يعول عليه، وهذه كذبة كبيرة. هؤلاء كان لديهم أمل في داخل نفوسهم، حتى لو الدكتور أمل، لو أمل صح شديد. من الذي أوصل هذا الجيل إلى حالة اليأس والإحباط؟ هو لديه أن يصل إلى مرحلة أن الموت لا، هو لديه يأس وإحباط من القوى السياسية. نعم. لكن لديه أمل في داخل نفسه. نعم. ولديه أمل في الله أنه هو قادر أن يخلص البلد من هذا، لذلك خرج يطالب بحقوقه. هذه واحدة، وكان يعتقد ربما هذا واحد من الأقنعة المهمة اللي سقطت من أمام أعينهم. كانوا يعتقدون أن هؤلاء لن يواجهوهم بالسلاح، لن يواجهوهم بهذه القسوة باعتبارهم من جنسهم، من مذهبهم، من فلا يمكن أن يواجهوهم بهذا الشكل، وباعتبارهم يرفعون شعارات الديمقراطية وعادل عبد المهدي شخص بسيط ويحب الناس، وهذه الصورة التي روجوها، وإذا بهم يواجهون بالسلاح وبالقتل. فهذه القضية ربما يعني أحدثت في نفوسهم ردة فعل قوي جدا جدا، لأن يعني هذا القناع فورا سقط، وهذه كل القوى لا تدافع عن الشعب مثل ما كانت، وهذه نقطة مهمة. ربما كانت هذه القوى تسوق نفس على أنه هي من تحمي هؤلاء بوجه الإرهاب، فإذا الرصاص الآن يعني تمارس الإرهاب عليهم. نتحول إلى بغداد مع الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والأستاذ والأكاديمي. أولا مساء الخير أستاذ حامد. أهلا وسهلا، مساء بكم جميعا. أهلا، أنت في العراق الآن، يعني هذه التظاهرات كيف تنظر إلى هذه التظاهرات اللي قوامها طبعا جيل شاب ربما ولد بعد 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، وأيضا لخصوصيتها الجغرافية والاجتماعية، وبهذا العنفوان الكبير وهذه الشجاعة على مواجهة آلة البطشي والقمع. التظاهرات سقط فيها طبعا وفق الإحصائيات المستقلة أكثر من 311 شهيد وآلاف الجرحى وآلاف المعتقلين والمطاردين. بالبداية شكرا جدا، تحياتي لكم والكرام، دعائنا بالمغفرة والرحمة للأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والصبر والسلوان لأهالي وذوي الشهداء والنصر لشعبنا. هذه هي الحقيقة المقدمة اللي يفترض الآن أن نأخذ بها. شعبنا طلب كثيرا، إحنا من 2011 كنا نخرج في ساحة التحرير أكاديميين وشباب وطلبة مختلف الشرائح الاجتماعية من أجل التغيير الحقيقي، أنه شعبنا بعد مرور السنتين أو الثلاث سنوات الآخرة الأولى بعد أنه العملية السياسية هذه عملية فاشلة، عملية إراد منها تفريط على الاستقرار المفتغى لشعبنا. السنة اتضحت الصورة من المحافظة المتجهة إلى الفساد بشكل مرعب، أكل الأخضر واليابس، دولة القوة هذه الفاسدة الطبقة الطفيلية
الفاسده على كل وكل مرافق الحياه بالعراق. الكثير منها هربت المليارات الى دول الجوار، هربت ايضا الى العالميه، يعني هي عاشت الان في رفاهيه خلال هذه 16 سنه، وشعب الواد في اخر شعبنا ثمن باهظ نتيجه الفساد والمحاصصه المكتسبه بين الاحزاب الفاسده برمتها. هذه الطبقه السياسيه احنا من 2011 كنا نلح على انه هذه الطبقه يجب ان تزال. بدينا فعلا بعمليه ثوره هي، لكن كانت هادئه الى حد ما، الى ان وصلنا 2015 كنا ايضا ضمن هذا المضمار انه احنا فعلا كنا نريد نقود ثوره شباب شعبنا من هذه الطبقه السياسيه الفاسده. الان حانت الظروف ونتوقعها ليس ببعيد انه تكون هذه الانتفاضه الشعبيه المباركه. الان لو تجي الى تقسيم هذه المراحل باختصار شديد، بدينا احنا باحتجاجات تظاهرات في ساحه التحرير، ثم نضجت الى انتفاضه، ثم الان تحولت هذه الانتفاضه وان شاء الله خلال الايام القادمه راح تكون ثوره شعبيه حقيقيه هي، وتسجل هذه الثوره الثانيه في تاريخ العراق الحديث بعد ثوره العشرين. كل اللي جرى خلال من ثوره العشرين الى الان لم تكن هناك ثورات، كانت هناك انتخابات عسكريه، هناك تغييرات باراده خارجيه. الان حقيقه حتى ولو هذا البعض ان يستغل هذه الثوره ويجيب لصالحها استخبارات معينه، لكن الثوره تبقى ثوره شباب، طلاب قسم من عندهم انا افتخر فيهم، قسم من عندهم ما زال ما تخرجوا، قسم من عندهم تخرجوا وقاعدين عاطلين عن العمل. اعتقد عندنا دكتور اذا اسمح لي عندنا مشكله بالصوت، مدى اسمع صوت، اذا كان بالامكان انه الدكتور يغير مكانه عسى ان يصلنا الصوت بشكل اوضح، يعني حتى يتعدل الصوت ايضا. نتحول شويه الى باريس مع ضيفنا من هناك الاستاذ علي المرعبي رئيس تحرير مجله كل العرب. مساء الخير استاذ علي. مساء الخير استاذ علي. اهلا وسهلا. التظاهرات الحقيقه في العراق حظيت بتعاطف ودعم واسناد شعبي ومن النخبه ايضا العربيه بشكل هائل، وهذا ما تجلى في الحقيقه من حجم التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا في فعاليات شعبيه مع التظاهرات او انتفاضه تشرين. برايك لماذا هذا التعاطف الهائل الشعبي والنخبوي العربي مع التظاهرات في العراق؟ اول شيء انا احيي انتفاضه الشعب العراقي وخاصه جيل الشباب، وانحني اجلالا لارواح الشهداء الذين سقطوا مع امنياتي بالشفاء للمتظاهرين الجرحى وخروج الامن للمعتقلين الذي تم اعتقالهم على خلفيه هذه الانتفاضه. مساله التعاطف الشعبي العربي مع انتفاضه الشعب العراقي مساله طبيعيه وتخضع لمساله تاريخيه لها علاقه بالمواقف التاريخيه اللي وقفها العراق من القضايا العربيه. نحن بنعرف ان العراق ومن خلال جيشه الوطني لم يتخلى عن العرب في اي معركه، سواء في معارك فلسطين او دفاعا عن موريتانيا او عن السودان او عن اليمن ووحده اليمن او عن لبنان او عن يعني كل القضايا العربيه. فمن هون يشعر المواطن العربي انه مدين للعراق الوطني والعربي العظيم بالكثير من الامور، ومن هون كان التعاطف. ولكن انا اللي بدي ارجع فيه لاسباب انتفاضه الشباب العراق، انا اللي بعتقد انه هي في اربع عوامل رئيسيه، طبعا في عوامل اضافيه كثير، ولكن انا بعتقد انه في اربع عوامل رئيسيه تتمثل اول شيء بمساله السياده الوطنيه. العراقي صار يحس من بعد 2003 ان السياده الوطنيه ذاته صارت مصادره وهي تحت قرار الامريكي والايراني. اذا شعر انه عنفوانه الوطني وقراره الوطني اصبح ياتي من خارج الحدود ومن خارج البلاد وبما يتناسب مع مصالح الذين في الخارج وليس مع مصالح العراق الوطني. الثاني مساله هي حق الحياه.
ونحن بنعرف انه اي شعب في العالم، اي انسان له حق بالحياه، حق العمل، حق العلاج، حق التعليم، حق الدعم الاجتماعي. كل هذه الامور فقدها الشعب العراقي منذ 2003 حتى اليوم. العمل نسبه البطاله فيها مذهله، تتحدث الارقام عن حدود 32% من الشعب العراقي هو بحاله بطاله. العلاج نشوف اخبار وصور عن مستشفيات العراق اللي كانت معروفه ومشهوره اصبحت بحاله بائسه ومترددة. التعليم اللي كان يفتخر فيه واللي كانت منظمه اليونسكو هام بباريس تصدر بيانات تعتبر انه العراق تجاوز مرحله مهمه من بالانتقال من دول العالم الثالث في التعليم الى دول العالم الاول بالحضاري. ايضا ما ننسى انه الدعم الاجتماعي وخاصه الحصه التموينيه اللي حافظ عليها النظام الوطني السابق، كمان المواطن العراقي فقدها منذ الاحتلال وحتى اليوم. هناك عامل اضافي انا بعتقد من الضروري الاشاره اليه، وهو الموقف الثابت للقوى الوطنيه العراقيه الرافضه والمناوئه للاحتلال منذ 2003. صمودها بموقفها الوطني والسياسي المستقل شجع الشارع العراقي والشعب العراقي انه في قوى وطنيه طوال 16 سنه او اكثر هي تقاوم رغم محاولات عزلها و يعني حصرها بمواقع معينه، الا ان ثباتها على موقفها السياسي الوطني وعمق العروبه ادى الى انه الشارع العراقي يحترم هذه القوى السياسيه. ومن هون نشوف كثير من المظاهرات وكثير من المواقف من الشارع العراقي كنا نشوفها بالفيديوهات وبالتلفزيونات، انه الناس تترحم على ايام النظام الوطني السابق بما مثله من عنفوان وطني وعمق عربي لكل القضايا الوطنيه العراقيه ولكل القضايا العربيه. المساله الثانيه والاخيره اللي بدي اشير لها هي مساله تعامل النظام الرسمي العربي. النظام الرسمي العربي كان عليه ان يتحرك. سنتحدث، اسمح لي استاذ علي، سنتحدث عن موقف النظام العربي الرسمي مما يجري في العراق وخاصه هذه التظاهرات المستمره في العراق. دكتور عبد الحميد العاني سامحنا شوي تاخرنا عليك. ابدا، هذه التظاهرات كشفت عن اشياء كثيره كانت لها ميزات كثيره، تحدث الضيوف عن بعض منها. هناك من يعتبرها نقطه مفصليه في مسار المواجهة الشعبية مع الاحتلال مع مشروعه السياسي، وكشفت وفضحت عن أشياء كثيرة. ما الذي كشفت هذه الانتفاضة لناحية العلاقة بين المجتمع وبين ما يسمى المرجعيات الدينية، وهي ترى أن هناك تظاهرات قوامها شباب 20 أقل من 20 أكثر من 20، سقط منهم 311 شهيد خلال أسبوع مع آلاف الجرحى آلاف المعتقلين، ومع ذلك مواقف المرجعيات الدينية مواقف أقل ما توصف أنها خجولة متواضعة أقل من هذا الحدث الجسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد لي في البداية من أنه ندعو بالرحمة لمن سقط في هذه الساحات، ساحة التظاهر الانتفاضة، وأيضا ندعو بالصبر لعوائلهم والشفاء العاجل لجميع الجرحى والحرية للجميع المعتقلين. مثل ما أشرت أستاذ ماجد وأشار الأساتذة الأفاضل للضيوف قبل قليل، نعم هذه التظاهرات وهذه الانتفاضة أظهرت الكثير من القضايا، ولا سيما قضية التشخيص، تشخيص الواقع أو سبب المآسي التي وصل إليها العراق، ولا تحديدا الحال المأساوية التي وصل إليها هؤلاء الشباب. لكن لابد هنا أيضا من الإشارة في بداية حديثنا أن هذه القناعة التي توصل إليها هؤلاء الشباب وأعلنوا عنها في انتفاضتهم، هذا التشخيص قد أعلن عنه منذ الأيام الأولى للمشروع السياسي الأمريكي الإيراني، أعلننا عنه في هيئة علماء المسلمين، وتوافق معنا العديد من القوى الوطنية وثبتنا على ذلك مثل ما أشار الأستاذ علي قبل قليل. وإذ أقول هذا الكلام ليس من باب التفاخر ولا من باب تسجيل السبق على غيرنا، وإنما هي هذه التظاهرات كما كشفت
زيف الأحزاب السياسية ومن معها، فهي لابد أيضا أن تكون للجماهير قد كشفت معدن القوى الوطنية الحقيقية وثباتها على هذه المواقف. أما على قضية المراجع فبالتحديد لما نتكلم عن المراجع وموقفها السيء والسلبي في هذه، نحن نتكلم عن المراجع التي هي ارتبطت بهذا المشروع، إنه كلمة المرجع من حيث أصبح كمصطلح لدى الجماهير معروف ماذا يقصد به، أما لغة وشرعا فأي عالم دين عالم شريعة هو يكون مرجعا للناس. فأعتقد لما نتكلم ويتكلم هؤلاء المتظاهرون على المراجع وهذه أحد إفرازات الكبيرة لهذه الانتفاضة، هم يقصدون أولئك الذين ساندوا هذه العملية السياسية منذ يومها الأول إلى الآن ويتسترون على جميع المجرمين، بل يطلبوا من الجماهير السكوت على هذه الجرائم والاستمرار في دعم هذه العملية والاستمرار في القبول بالذل والهوان والمآسي التي وصلت إليها. إذن هذه واحدة من القضايا التي هي كشفت زيف هؤلاء جميعا بغض النظر عن دوره، سواء كان منصب عشائري أو منصب ديني أو حتى بعض الزعماء الذين كانوا يدعون على أنهم لهم خلفية وزعامة سياسية وتاريخ سياسي، فقد انكشف زيف هؤلاء جميعا واتضحت لدى الجماهير هؤلاء من الذي ضحك عليهم ومن الذي شارك في هذه المآسي التي وصل إليها الشعب ومن الذي ساهم بالسرقة، سواء كان بشكل معلن أو من تحت الطاولة كما يقال. فهؤلاء كلهم في خندق واحد مقابل خندق الشعب الذي خرج منتفضا ضد هؤلاء مطالبا بحقوقه، وإن صبر هذا الشعب وتكاتف ووقف وراء هذه القوى الوطنية الحقيقية فلا بد أن يصل إلى النتيجة التي يبتغيها. هنا نقطة أخيرة، أن هذه الانتفاضة أيضا أفرزت شيئا، وهو أن هؤلاء الجماهير قد وصلوا إضافة إلى التشخيص على أن الشعب لديه القدرة على التغيير، وهي نقطة مفصلية إن شاء الله تعالى تكون لها في قابل الأيام الأثر. نعم، طبعا سنتحدث أيضا بعد الفاصل عن السبب أو التفسير أن كل الحراكات الوطنية في العراق من المقاومة الوطنية العراقية إلى التظاهرات المستمرة 25 شباط 2011، الاعتصامات أو التظاهرات في المحافظات المنتفضة وصولا إلى انتفاضة تشرين كانت توصف بأنها حركات يتيمة بلا دعم عربي رسمي أو حتى من المجتمع الدولي. فاصل قصير ثم نعود لإكمال النقاش في طاولة حوار عن انتفاضة تشرين والدعم الرسمي العربي أو الدولي مع ضيوفنا هنا، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في انتفاضة تشرين في العراق والدعم العربي الرسمي أو الدولي لها. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الدكتور عبد الحميد العاني، علي المرعبي، والدكتور حامد الصراف من بغداد. دكتور رافع الفلاحي، كل الحركات اللي في العراق مقاومة وطنية ضد الاحتلال، تظاهرات وصولا إلى هذه الانتفاضة، لم تجد التفهم من العرب الرسميين ولا من المجتمع الدولي، كانت يتيمة لا أحد يتفهمها، لا أحد يدافع عنها، لا أحد يسمع لها. لماذا هذه
البصمة في حركات العراقيين؟ أولا احنا يعني قبل نتحدث عن هذا أريد أن أقول لك، إذا كنا نتحدث عن النظام العربي الرسمي، نعم، هو يعاني من خلل كبير من يعني من عقود عديدة، فبالتالي هو يحمل أمراض وفيروسات كبيرة جدا، ولديه تشققات ولديه يعني كوارث كبيرة داخل هذا النظام الحقيقة، والنظام كله مرتهن إلى قوى خارجية، هذا واقع الحال. حتى من يدعي أنه غير مرتهن فهو يعني يتجنب الاصطدام مع أي قوى دولية، وهذا ينسحب حتى على النطاق الدولي. الهراوة الأمريكية مرفوعة، أمريكا من احتلت العراق، وأمريكا هي القوة الأولى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في العالم، والجميع ينصاع إلى أمرها، ومجلس الأمن والأمم المتحدة ليست إلا دائرة ملحقة بوزارة الخارجية الأمريكية، هذه حقيقة لا ننكرها جميعاً، وبالتالي أمريكا هي من يعني تعطي الضوء الأخضر لهذا الطرف أو ذاك الطرف. حتى في قضية مجيء كثير يعني فتح السفارات العربية في بغداد بضوء أمريكي، يعني كثير من الأنظمة العربية ربما لم تكن مقتنعة بالقدوم إلى بغداد، مو لأنها لا تريد هذا النظام أو لديها، ربما خوفا على نفس الوضع غير مستقر أمنيا وسياسيا، لكنها اضطرت إلى الهرولة والمجيء إلى بغداد، وهكذا بالنسبة لكل هذه الأنظمة. لكن ربما جاءت هذه التظاهرة في فترة مفصلية، يقولون نحن لدينا كثير من العرب، لدينا مخاوف من إيران، ولدينا نزاع، ولدينا ربما خصومة ستصل إلى المواجهة العسكرية مع إيران، والشباب الذي خرج يهتف ضد إيران، والإمكانية أن تتخلص من إيران ربما يعني قابلة للتحقق إذا ما قدمت الدعم لهذا الشباب، والشباب هذا جزء من حاضنة عربية، أنت بلدك هذا يعني بلد عربي بغض النظر عن هذا الدستور المشوه، عن الكلام الآخر، عن عملية سياسية ومحاصصة، عن من يدعون أن العراق غير عربي، لكن العراق متغول عليه أمريكيا وإيرانيا، وجاءت فرصة لدعم هذا الموضوع. لاحظ من القضايا المبكية أنه تظاهرات العراقيين المغتربين في كل أنحاء العالم خرجت إلا في الدول العربية، لم تخرج أي تظاهرة، لا يسمحون بخروج حتى تظاهرة مؤيدة للمتظاهرين العراقيين، يعني تنتقد الوضع الحالي في العراق، وعندما تلتقي بمسؤولين عرب في غرف يعني خلفية يقول لك نفس الكلام، يقول أنه الوضع في العراق سيء وينتقده انتقاد كبير، لكن في سياساته المعلنة هو مع هذا النظام، مع هذا الوضع، لا يبالي في هذه القضية. خذ مثالا آخر اليوم في قضية الجامعة العربية، عندما تجتمع الجامعة العربية وتثور ثائرتها، يعني قامت قيامتها لم تقعد بسبب الآن العملية التركية في سوريا، هناك من يهدد تركيا على حدودها، يهددون تركيا، وتركيا تريد أن تبعد الإرهاب عن أراضيها، تريد أن تؤمن أراضيها، وفي سوريا تدخل روسي وإيراني ودولي كبير، أمريكا تلاحق الدول في أقصى، نعم، في شرق وغرب العالم حتى لا تكون ملاذ للإرهابيين، نعم، وتسقط الدول، نعم، ولم تتحرك الجامعة ولم تقل شيئا عن هذا الموضوع، وفي العراق يسقطون أكثر من 300 شهيد، نعم، والدماء تسيل. شو الموقف الجامعة العربية؟ ماذا كان؟ لم تحرك ساكنة ولم تقل كلمة واحدة، نعم، لم يصدر على النظام الرسمي العربي كلمة واحدة تدين ما أو حتى تستغرب أو حتى تقلق، قلق، مجرد قلق، نعم، لم يحصل هذا. ماذا يعني هذا؟ إنه هؤلاء في وادي ويكيلون بمكيال، يعني لنفس القضية بمكيالين يكيلون لها ويتحدثون بطريقة غريبة عجيبة. لذلك هذا الموضوع ينسحب حتى على المقاومة العراقية، عندما بدأت نفس الهراوة الأمريكية تركت المقاومة العراقية وحيدة يتيمة لم تسند من أحد، يعني لم يكن لديهم إلا الاعتماد على نفسهم وقبل ذلك على الله، وهذه التظاهرات هم أيضا، نعم، وسنقول للمتظاهرين إذا ما خرجوا مرة أخرى وسيخرجون اعتمدوا على أنفسكم،
لا تفكروا لا بمنظمات دولية ولا بأمم متحدة ولا بأمريكا ولا بدول عربية، كل هذه القوى ستنصاع لكم عندما تحققون أهدافكم، هذه القوى ستأتي إليكم صاغرة عندما تحددون تحققون أهدافكم، هذه لن تقف معكم وأنتم طرف ضعيف مقاومهم مع الدولة مع الحكومة وهكذا يتصرفون. نعم. دكتور حامد الصراف، أيضا هناك من يتحدث عن ميزة أخرى مهمة جدا وجوهرية لانتفاضة تشرين، وهي أنها سحبت البساط أو الورقة، ورقة الشارع وتعبئته وتحشيده وتحريكه من قبل بعض قوى العملية السياسية الميليشياوية كما كان في السابق. الآن هذه الانتفاضة بلا تصنيف، بلا هوية، لا حزبية ولا جهوية ولا مناطقية، هذه تظاهرة عراقية خالصة. فعلا الأمر هكذا أم ربما هناك شيء ملتبس أنت في بغداد؟ بالتأكيد أنا أتفق معك تمام الاتفاق أنه هذه الانتفاضة المباركة انتفاضة وطنية عراقية خالصة، لا يحق لأي طرف من الأطراف لا بالعملية السياسية ولا خارج العملية السياسية ولا أي حزب ولا أي طائفة ولا حتى مع احترامي للإسلاميين والأحزاب الإسلامية على مختلف اتجاهاتها ومذاهبها، ولا العشائر ولا للجيش ولا القوات المسلحة، الآن إلها فضل واضح على هذه الانتفاضة. هاي الانتفاضة وطنية مدنية عراقية أصيلة، ونعرف احنا جيدا المجتمع العراقي من العهد السومري يشكل بنسبة الحياة المدنية 90%، يعني حتى نكون صادقين مع أنفسنا احنا هاي كذبة كبيرة كانت، دولة سنة ودولة شيعة هذه كذبة حبيبي، اللي واقع الحال في العراق هو واقع وطني مدني. شوف انت الآن الشباب قتلوا، صحيح هم من المناطق الوسط والجنوب، لكن بكرة لما يفسح المجال لمناطق أخرى في شمال العراق من زاخو إلى الفاو سوف يعم هذا الاحتجاجات الشعبية على ما يجري الآن في معظم مناطقنا، حتى المناطق التي دمرت بسبب داعش واحتلالها وبسبب تحريرها في نينوى وفي الأنبار وفي صلاح الدين وفي المناطق الأخرى تجد هناك تضامن حقيقي، هناك قلوب مجدودة إلى هذه الانتفاضة لخلاص الشعب العراقي مما يمر به. لذلك أنا الحقيقة ما أريد أتوقف عن التوصيف الحالة الآن ولا لسبقة الانتفاضة، أنا الآن اللي يهمني هي أن تتحول الانتفاضة إلى ثورة شعبية تطيح بكل ركائز هذا النظام، بكل الطبقة السياسية تكتسحها حتى احنا نقدر نغير مسار هذه اللي يسموها العملية السياسية، مسارها تماما يتغير باتجاه بناء دولة مواطنة حقيقية، مؤسسات دولة مستقرة مهنية لمستقبل أفضل زاهر للشعب العراقي. هناك نقاط عديدة إذا يسمح الوقت أضيف. الوقت ضيق، اسمع تفضل بس باختصار، وقتنا جدا ضيق. نعم، أنا الحقيقة إذا تعطيني يعني بعض الدقائق، تنسيقية بغداد قدمت الآن مشروع من ست نقاط رئيسية ومن نقطتين أيضا إضافية، منها خلي أختصر لك إياها بشدة. أولا إسقاط الحكومة الحالية، هذه مسألة لا يمكن التراجع عنها، حل البرلمان حتى دستوريا من حق رئيس الجمهورية الآن هو دكتور إذا سمحت لي. دكتور حامد، المتظاهرون منذ اليوم الأول طالبوا هتفوا بإسقاط النظام جملة وتفصيلة، على رأي مقتدى الصدر شلع قلع النظام، العملية السياسية اقتلاعها من جذورها. هذه حضرتك اللي تتحدث عنها، تحدث عن أيضا آخرين أنه انتخابات مبكرة، إسقاط الحكومة، الذهاب أو العمل ضمن الدستور، ينظرون إليها على أنها إجراءات ترقيعية، ضحك على الذقون. جرب هذا الأمر خمس دورات انتخابية لم يفضي إلى شيء، البلد سار من سيء إلى أسوأ. أعتذر من عندك لأن الوقت جدا ضيق، أتحول إلى باريس أستاذ علي المرعبي. في التفسير لهذا الجحود والنكران من النظام العربي الرسمي لأي حراك وطني في العراق، مقاومة مسلحة، تظاهرات، 25 شباط، انتفاضة تشرين الحالية، هو أنه هذا النظام في النهاية القائم في العراق هو امتداد
رسمي وطبيعي للنظام العربي والإقليمي الرسمي الموجود في المنطقة، حتى وإن كان نظاما طائفيا ميليشياويا مرتبط بالكامل بإيران وقد يهدد أمن ومصالح العرب كما جرى في قصف مثلا شركة أرامكو السعودية، يبقى أفضل من الإتيان بنظام رسمي عن طريق ثورة شعبية. الأمور صحيحة كذا أم ربما تحميل لها أكثر مما تحتمل؟ أنا اللي بعتقده أنه النظام الرسمي العربي هو نظام خائف ومتردد وجبان ومرتهن بقراره خاصة لأمريكا، لنكون صريحين ونكون واضحين بكلامنا. هذا النظام الرسمي العربي لا يريد فعليا أن يواجه لا المشروع الإيراني ولا غيره بالمنطقة العربية. لو كان عنده النية، أي نظام رسمي عربي لو عنده النية 1% لمواجهة المشروع الإيراني فهني لا يحتاجوا إلى حلف عسكري إسلامي ولا إلى طيارات ولا إلى دبابات، يكفي دعم القوى الوطنية بالأحواس، يكفي دعم المقاومة. جيد، أنت أوصلتنا إلى هاي النقطة وأعتذر منك لأنه فعلا الوقت ضيق. العراق كان البوابة للتوغل أو التوغل والتدخل الإيراني عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي له، هل تعتقد أن العراق أيضا بوابة تحجيم وردع إيران وإخراجها كما نفذت من العراق تطرد أيضا من الشباك العراقي باختصار؟ بالتأكيد هو الحل الأفضل لمواجهة المشروع الإيراني هو الساحة العراقية ومن خلال قواها الوطنية والمقاومة الوطنية العراقية. لا يوجد واهم من يعتقد أن هناك حل سياسي ممكن أن يقوم من خلال العملية السياسية القائمة، مستحيل. لا يكون الحل إلا من خلال المقاومة الوطنية العراقية والقوى السياسية الوطنية الرافضة للاحتلال منذ 2003 حتى اليوم. شكرا للأستاذ علي المرعبي رئيس تحرير مجلة كل العرب وكان معنا من باريس عبر سكايب. أعتذر منك بشدة لأن الوقت جدا ضيق. دكتور عبد الحميد العاني، هذه الانتفاضة التي رفعت الشعار أو هتفت ضد إيران صراحة، أحرقت مقرات الميليشيات والأحزاب الطائفية، حملت إيران مسؤولية كل الكارثة في العراق، ألم تكن فرصة مؤاتية للأنظمة العربية التي تدعي أنها تتصدى لإيران تريد تحجيمها أن تستثمر هذه التظاهرات، تدعمها لتسديد ضربة على الأقل في العراق؟ يعني بالمناسبة ليست المرة الأولى التي يحدد هذا من قبل المتظاهرين والمنتفضين، لكن هذه المرة بشكل أقوى وكبير، لكنه كما ذكر قبل قليل الدكتور رافع للأسف لا يوجد هنالك رؤية لدى النظام العربي الرسمي في مواجهة المشروع الإيراني، وإنما هنالك انقياد للمشروع الأمريكي أو للوعود الأمريكية بالحماية وبرعاية هذه العملية السياسية التي جلبت المصائب ليس على العراق فقط وإنما على المنطقة جميعا. دكتور حامد بدقيقة، الحكومة، هناك من يقول أن الحكومة ليست فقط عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية جذرية لمشاكل العراق التي كانت الوقود لتفجر هذه التظاهرات هذه والتي قبلها، وإنما هذه الطبقة السياسية قوى العملية السياسية الحقيقة حريصة على إبقاء الوضع في العراق كما هو، هذا الوضع هو البيئة التي تتنفس من خلال هذه القوى فعلا باختصار. هذا هو صحيح، لكنه انتهت، حتى بيئتها انتهت، لأنه ظهر الآن ظهرت براءم جديدة في هذه البيئة تريد تخلق وضع جديد، فلا بد من اكتساح هذه الطبقة السياسية الفاسدة اللي مر الوقت عليها وزاد بقائها وجودها مع دعم ميليشياوي مع دعم خارجي إيراني، وهذا هو الحقيقة الآن اللي أعتقد انتهى، لأنه إرادة الشعب إرادة الشباب هي اللي راح تغلب، وسوف نجد خلال الأيام القادمة إن شاء الله بداية لمرحلة جديدة. المواطن العراقي هو يرسم مستقبله بطريقة أفضل، بإرادة شعبية مثل ما قلت، بطريقة علمية سليمة، بتخطيط لمستقبل أفضل. شكرا للأستاذ والأكاديمي العراقي الدكتور علي الصراف كان معنا من بغداد. طبعا على الرغم من الجحود
أو النكران أو عدم الدعم الرسمي العربي أو الدولي للتظاهرات أو الانتفاضة تشرين في العراق، كان هناك الحقيقة دعم وتعاطف من قبل النخبة ومن قبل الشعوب العربية الحقيقة، وطبعا سجلت في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ومما أيضا كتب الحقيقة على تويتر. راح أقرأ بعض التغريدات لعراقيين وعرب من مختلف الأقطار العربية ممن تعاطفوا مع الانتفاضة تشرين. الكاتب والقاص العراقي محسن الرملي وهو مقيم في باريس كتب: الأخوة العرب، نحن بحاجة إلى دعمكم، إلى صوتكم مع شعبنا، ولو بكلمة ولو بصورة ولو بنبضة قلب صادقة. وأي واحد يقول لكم لا تتدخل وخليك بشؤون بلدك فاعلم أنه ذيل تافه ومستفيد من نزيف الدم العراقي، فابصق في وجهه. أيضا الكاتب والباحث السياسي السعودي الأستاذ مهنا الحبيل كتب في تويتر: هذه المرة عزيمة الكفاح الحقوق المدني في العراق أقوى فكرا وأوضح طريقا، رغم كل المآسي والتضحيات توحد العراق العربي السني والشيعي بوابة الخروج من عرش الفساد المستبد. كذلك كتب الغرد الصحفي التونسي المختار غميض، قال: هذا الربيع العربي الحقيقي ضد الفساد والاستبداد، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، العراق ينتفض، في هاشتاق العراق ينتفض. أيضا الصحفي المصري أسعد طه كتب: انتهى زمن الشعوب المستكينة والنتائج لاحقا. كذلك الصحفي اللبناني علي هاشم كتب: التظاهرات في العراق ليست مؤامرة، المؤامرة القول إن غضب الشباب العراقي وألمهم مدفوع من الخارج، المؤامرة دفع هؤلاء باتجاه البحث عن أدوات غضب غير الصراخ والتعبير، المؤامرة إقحام وجعهم في التراشقات الإقليمية، المؤامرة ما جرى منذ العام 2003 دون محاسبة. هذه أبرز يعني التغريدات المتعاطفة مع الانتفاضة في العراق. دكتور رافع، التظاهرات الآن توقفت، هل هي أخمدت، أوقفت، أنهيت، أم أنها ربما توقف مؤقت لالتقاط الأنفاس للتفجر ثانية، على اعتبار أن الوقود، وقود ما فجرها في المرة السابقة، ما زال مستمرا؟ الوضع من سيء إلى أسوأ، لا يمكن لهذا الشعب أن يستكين. وهذا ما قال العباد طبعا، الوضع من سيء إلى أسوأ. نعم. وهذا الشعب، الشعب العراق، لا يمكن أن يستكين، لا يمكن أن يكون عبدا لهذا الوضع ويقبل به. 16، أكثر من 16 سنة، نحو 17 سنة مرت، أهل العراق يحاولون، هذه المرة ربما يعني أكثر إصراراً، أكثر عزيمة، وبعد هذا النهر من الدماء اللي قدموه، أنا لا أتكلم فقط عن نهر الدم اللي سال في آخر تظاهرات، لكن من عام 2003 لحد الآن نهر الدم لا يتوقف، العراق نهر من دم، يعني نهرين عندنا، الفرات ودجلة، ونهر ثالث هو نهر الدم العراقي، ما زال يسيل. هذه العملية تغيير نظام، تغيير حكومة، إزاحة هذا الوزير، تبديل هذا الوزير، لم يعد مقنعاً. القضية تتعلق بالإطار الذي تتحرك به كل هذه القوى، وهو إطار مدمر مهلك للعراق، إسقاط النظام. نعم. لذلك هؤلاء لن يستكينوا، سيخرجون، وخروجهم هذه المرة سيكون بشكل آخر، بنوعية أخرى، بطريقة أخرى، يمكن أن تهد كل ما بنوه خلال 17 سنة. هذه القوى الآن خائفة، كل هذه القوى التي تحكم العراق الآن مرعوبة الحقيقة، وتعيش رعب حقيقي، وستواجه كارثة كبيرة قريبا من الشعب. شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا للدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، ربما شوية جرنا عليك اليوم بالوقت، لكن نعوضك إن شاء الله على الجايات. وشكرا أيضا للأستاذ علي المرعبي رئيس تحرير مجلة كل العرب، كان معنا من العاصمة الفرنسية باريس عبر سكايب. شكرا للأكاديمي العراقي الدكتور حامد الصراف، كان معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.